وينضم إلينا عبر الهواء مباشرة من مدينة درنا المحامي والناشط الحقوقي محمد اللافي. يرحب بك بداية محمد. حملات اعتقال واسعة شنتها حكومة الوفاق ولا زالت تعمل عليها الميليشيات التابعة والمنضوية تحت حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس، خصوصا بعد إعادة تمركز وحدات الجيش الوطني في المنطقة الوسطى، آخر هذا النشط الحقوقي الذي تحدثت عنه البعثة أو تحدثت عنه منظمة الحقوق العربية حول انتهاك لحقوقه ب 12 يوما سجن دون إذن من القضاء أو إذن من النيابة العامة. كيف تبعت هذه الجرائم المتتالية ولماذا برأيك لازالت تزداد وتيرتها في العاصمة طرابلس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد. تحية طيبة لك. الميليشيات المتطرفة والمؤدجة والإجرامية والخاضعة لشرعية حكومة الله والوفاق هي المنظمات العالمية والمنظمات الإنسان العربية لهذه الأعمال النافعة والدولية. الأمر يستدعي، يعني نحن نستبشر خير يعني بمثل هذه التقارير التي ترفع للمفوض السامي لحقوق الإنسان بالبعثة الأممية بالجمعية العامة للأمم المتحدة، خصوصا مع إعادة تفعيل اتفاقية 2006 في الجمعية العامة للأمم المتحدة وتقدم البعثة الأممية في عملية رفض واستكشاف مثل هذه الأعمال، وهو ما يجعل من حكومة الوفاق في موقف محرج. يعني نحن نتحدث عن آليات وأبجديات يفترض أن تكون لا تخرج عنها حكومة الوفاق، خصوصا في الملف الإنساني وملف حقوق الإنسان. يفترض أن البعثة الأممية وهي من استجلبت حكومة الوفاق وفعلت وجودها وعطاها الشرعية الدولية وفقا لقرار مجلس الأمن 2259، يفترض أن تعمل هذه الحكومة كحكومة توافقية، ولكن مثل هذه الأعمال يجعل من حكومة اللاوفاق حكومة خارجة عن القوانين المحلية والقوانين الدولية، وخصوصا اتفاقية جنيف المنشئة لمنظمة حقوق الإنسان العالمية، وهي منظمة مراقبة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو ما يجعل استصدار قرارات مجلس الأمن أمر متوقع في الأيام المقبلة، خصوصا ضد شخصيات يعني اتهمت بمثل هذه الأعمال وجهات تابعة لحكومة الوفاق، وهنا أتحدث عن وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التابعة لها المتورطة بمثل هذه الأعمال، الخطف والتنكيل وتكميم الأفواه والقتل أيضا. نعم أحمد. نعم، ما مصير هؤلاء الحقوقيين والنشطاء المدنيين في العاصمة طرابلس، آخرهم وليد الحضيري كما تابعنا، في حال تجاهل البعثة الأممية لمثل هذه الجرائم كما تجاهلتها في السابق عن الناشط ربما معز بنون الذي خطف منذ العام 2014 إلى هذه اللحظة؟ قبل كل شيء دعنا نفصل نقطتين مهمتين أخي أحمد. أن البعثة الأممية لديها ممثل حقوقي أو خبير حقوقي يعمل مع سيدة ستيفاني ويليامز. أيضا هناك منظمة الحقوق العالمية والمنشئة بتات 2006 والتي اتخذت طابع العمل الجماعي مع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نقل مثل هذه التقارير واستصدار من ثم قرارات بعد التصويت عليها من مجلس الأمن. يعني الأمر ليس متوقفا فقط على البعثة الأممية، ولكن نحن نتحدث حتى في تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان، حتى لا نخلط من مشاهد المنظمة العربية لحقوق الإنسان هي منظمة تابعة لجامعة الدول العربية وهي مهتمة بشأن حقوق الإنسان في الوطن العربي بالكامل. بإمكان هذه المنظمة نقل مثل هذه التقارير إلى المفوض السامي الخاضع أو التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة بعيدا حتى عن البعثة الأممية، ومن ثم يكون هناك استصدار قرارات مجلس الأمن في حق هؤلاء المتورطين في الانتهاكات. نعم، المحامي والناشط الحقوقي محمد اللافي كنت معي عبر الهواء مباشرة من درنا، أشكرك جزيل الشكر.